متابعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شد انتباهي لهذه الفترة بالتحديد من بداية الحرب حتى الآن، هناك أحقية الخطأ. هذه مصيبة أن يوجد أحقية الخطأ والاستمرار فيها. نحن في مجتمع لابد أن يحتكم للقانون والمعاملات الراقية بين المجتمع والمعاملات الإنسانية. عندما نكتفي بأحقية الخطأ يعني أن هناك تدهور في المعاملات الإنسانية. وبقرب شهر رمضان المبارك نقول للناس عودوا إلى معاملاتكم الحسنة، إلى تعاملكم الراقي، إلى سيادة القانون، وابتعدوا عن أحقية الخطأ التي إحنا مستمرين عليها في هذه الفترة. الإصرار بأحقية الخطأ مصيبة.